هذا أيضا هاي يصير شيء. شوفوا الاختلافات أو البريسين قد يكون بهذا الاتجاه أو الاتجاه الأفقي حسب التصميم. هذا أيضا بوكس جيردر. راح نتحول إلى الجسور الخرسانية. الجسور الخرسانية المسلحة تستخدم فيها الخرسانة المسلحة للمنشأ العلوي اللي هو يسموه سوبر ستركشر. ممكن نصنف هذا إلى عدة أنواع. أول صنف هو عبارة عن سقف، يعني قد يكون السوبر ستركشر